الكرام، فتحت البوابات على بركة الله لتنافس يجمع الجهاد والأفراس عمر الأربع سنوات حتى ست سنوات التي لم تربع على مسافة 1650 متر، وقيمة الجائزة 54,000 ريال بتنافس ما بين هذه الجهاد للحصول على انتصارها الأول والصدارة. للحظي الآن في المركز الأول محاولات طراز، في المركز الثاني أيضا التقدم يأتي من الخارج ومحاولات من قبل اليعربي وكذلك محاولات من قبل ولد عقاب للتقدم للمركز الثاني في هذه اللحظات متقدما على طراز الذي يتأخر فيما الصدارة. للحظي في المركز الأول مشاهدينا متابعينا الكرام صادق الإحساس يحاول مع محاولات تأتي أيضا من الحوت الأزرق الآن في المركز الثالث مع أيضا اليعربي ومحاولات صادق الإحساس في المركز الخامس. الصدارة الآن يأخذ ولد عقاب للمركز الأول فيما الحظي يتأخر للمركز الثاني ويغير الآن مسار من الخارج الآن فيما ولد عقاب من الداخل. الحظي يتقدم مرة أخرى للصدارة والمركز الأول مع محاولات من قبل الحوت الأزرق وأيضا من قبل اليعربي. المنعطف الأخير تأخذ الجياد الخط المستقيم باتجاه خط النهاية للتنافس وتسجيل الانتصار الأول الحوت الأزرق ومحاولات الدخول الآن من صادق الإحساس للتقدم للمركز الأول. مشاهدينا متابعينا الكرام بجدة نجد تتقدم الآن للصدارة والمركز الأول معلنة حتى الآن تقدمها ودخول زياد للمركز الثاني. إذن بجدة نجد تحقق الانتصار الأول في سجل السباق ابنة نام كولند والأم لين لسعد محمد.